مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج عندي ما يفيد. برنامج عندي ما يفيد يستضيف هذه الليلة أميرة الطرب العربي دنيا باطمة. مرحبا بك. الله يبارك فيك. وشي مزيان؟ الحمد لله. صافي جمعتي حصيصة من المهرجان ديال الصيف، غبرتي مشيتي لمصر كتساري مع راسك. صافي مشيت عاوتاني جمعت حصيصة. انت بحال المنشار طالعة واكلة نازلة واكلة. كاينت. كتسيفي انت في المهرجانات؟ ديما مسيفة. يعني غير كتطلعي كتشوف الجمهور ديالك، داك اللي كان في العالم افتراضي كيتحط لك قدامك. بيني وبينك اش ظهر لك في دوك الفنانات اللي عندهم بزاف في الفيسبوك وفي الانستغرام ولكن السهرة ديالهم ضعيفة؟ اش غادي نقول لك، منهم عدد كبير. شوف، ولينا في واحد الزمن اللي ولا نسبة المشاهدات كتشرى، الانستغرام كتشرى، السناب شات كتشرى، جميع مواقع التواصل الاجتماعي كلها كتشرى. حتى الفنانات كيبانوا ولاو كيتشرى. تشرى ودبروا راسهم. انا بعدا عن نفسي ما كنتشرى، ما كنتباع، ما كن. شنو هو الرقم ديال اخر سهره شاركتي فيها؟ اوصل حتى ل 60000 دولار. هي شحال اختي؟ 60 مليون. ويلي، شحال غنيتي؟ ساعة. كنتي كتشوفي الغيوان، كنتي كتشوفي المشاهير، كنتي كتشوفي تقادة؟ كنت كنشوف تقادة، اللي منهم عنصر الآن اللي هو الخال ديالي مصطفى أطاطي، الأخ الوالدة ديالي. ها تقادة عندك فيها واحد؟ مسناوة كانوا عدي فيها كلهم. مسناوة كلهم ديالك؟ كلهم كانوا ديالك. عائلة؟ دابا تبدلوا. الوالد، خالي، مصطفى، عمي، كلهم كانوا عناصر في مسناوة. تقلبات مسناوة، كلشي تفرق. زعما ولات ولات زعما واحد المجموعه اخرى. الناس الغيوان عندك العربي باطمه. اذا كان دابا حي العربي باطمه اش تقولي ليه؟ نقول ليه دنيا باطمه خدات وخدات الشخصيه ديالك، تقمصات الشخصيه ديالك اللي بنادم من بعيد تيهضر فيك ولكن كتوقف قدامه كيترعد شويه. وهي اللي انت كيترعدوا منك الناس. والفنانات اللي باغيين يجبدوا معاك صداع؟ كل وحده شنو عندها الموضوع ديالها. شنو هو كاين اللي كتنعس ما كيبقاوش عندها الحفلات، كتبغي تنوض عاوتاني، كتقول اجي نتفكر دنيا باطمه. كاين اللي يالله بغا تقطر على السقف وباغا تدخل في المشاكسات وتدخل في البحر ديال قالت وقلنا وانتي هادي وانتي هادي وهي ما قداش عليه. قولي لي سلمى رشيد، اش بينك وبينها؟ علاش نوضتيها؟ لا ما نوتاش. انا شوف، انا كنقول لك سلمى رشيد بنت فوارات وبنت الحي وساكنه حدانا. دونك سلمى كانت كتجي عندي ملي كانت كتقرا في عقبه، كانت كتقرا مع بنت خالي وكانت من المعجبين ديال دنيا باطمه، وكانت جات عندنا واحد النهار دار جده وغنات لخالي وكل شيء. كنت انا مشيت للاستوديو دو زام ومشيت للعرب ايدل، وهذا كان اول لقاء لينا في عرب ايدل. فقط واحد النهار نزلت انا انه انا من الفنانات اللي افتتحوا، فخوره بنفسي انه من الفنانات اللي افتتحوا الحفلات ديالهم المهرجانات ديالهم بالنشيد الوطني. قال لك ملفز كيقفز صافي. وضحت مجموعه ديال الامور لسلمى والجمهور المغربي. هادو انت وضحتي واش درتي انت؟ لا شوف، انا ما تنبغيش اللي يقيسني. انا ملي هدرت انا قلت صراحه، انا ما كذبتش وما تنبغيش اللي يبدا كما تنقولوا تيبدا تبومب عليا وبدا يطلع عليا. ما تنبغيش هادشي، سواء سلمى او غيرها من الفنانات. كنحترم الجميع، وان ما تنبغيش شي واحد يبدا يطاول عليا. قال لك اللي سبقك بليله سبقك بحيله، وانا سابقها بسنين. المفروض لا طبعا. شحال سبقتها؟ هاوي هاوي يقول عدو بلا مشطر راجل. انا كنغني في استوديو دوزام، باقا سلمى ما كتغنيش نهائيا. بزاف الفنانات داروا لك عصا في الرويضه وحيدوا لك بزاف الحفلات. صحيح ولا لا؟ صحيح. علاش؟ فنانات وفنانين. نعم. رجال وعيالات وعندهم تاريخ، ماشي صغيورين. معروفين. معروفين. شكون هما الفنانات او هاد الفنانين؟ ما بغيتش نحرجهم والله. الا قلت لك سميرة سعيد، واش حرباتك ولا لا بصراحه؟ شوف، انا من ضمن الناس اللي تنحترمهم وتنقدرهم، وكما سبق وقلت لك انه
الفنانة سميرة سعيد. كنت واحد الفترة كعيت أنه فاش كانت كارمن وهذا معايا في أرب أيدول، كان الناس من برا تقول لي راه سميرة سعيد دارت واحد تغريدة كتبت على كارمن، قالت على كارمن في هذا. يمكن لأنها كانت عايشة في مصر من البداية ديالها وهذا، ولكن كان بعض الأمور اللي خلى لازم أنها توضح. كان عندي تظاهرة في طنجة وكنت أنا والفنانة سميرة سعيد، وغادي نقول هذا الكلام باش حتى الا ما كانش صحيح المسؤولين هما اللي يتحملوا المسؤوليه ماشي دنيا باطمه. فكنت انا والفنانه سميره سعيد في تظاهره القفطان بمدينه طنجه، وعيطوا لي قالوا لي غنضطروا انه نزيدوا نهار او انه نسبقوا نهار، لانه الفنانه سميره سعيد قالت انها ما بغات حتى شي واحد معاها في ذاك النهار، هي ينتيه تكون بوحدها. علاش الدرهم ما اعترفش بالموهبه ديالك بصراحه؟ ما عرفتش كتشوف انت ما اعترف بالموهبه ديالي، ما عرفت، ولكن كاين جنود الخفاء اللي ما بغاوش يعترفوا بالموهبه ديالي. اللجنه ديال استوديو دوزان رفضت الصوت ديال دنيا باطمه. بالمقارنه اللجنه ديال أرب ايدول رحبات بدنيا باطمه. شوف انا ما كنكرش انه في البرنامج اللي كنت فيه في المغرب خدمات باك صاحبي بزاف، نقولها امام الملا، وانما ملي مشينا عند الناس اللي فهمونا وكيفهموا في الاصوات المغربيه وكيفهموا في الاصوات اللي بامكانها انها تنافس الاصوات العربيه، فراه مشينا ومشينا بعيد الحمد لله. في اللجنه كان زياد والدرهم ونبيل خالد. زياد كان لجنه ديال بصح. كيفاش ديال بصح؟ اللجنه ما بيناش الناس. ما فهمتش. ما كانش اللجنه ديال السبت والحد، كان اللجنه ديال سوليو دوزام كامل. والله ما فهمت اختي دابا. تا راه خاطر الله يجازيك بخير شرحتي. انا اللي كنفهمك. دخلتي لأرب ايدول حطيتي ساكك وماكيتي عطيتيها للغنى صافي، ديتي شلاقمك والحنجوره ديالك وديتي كتغني، جيتي الثانيه اش وقع بالضبط؟ انت شلاقمك ما جيتيش. اشنو وقع بالضبط؟ اللي وقع انه صافي دخلت جبهه وصافي. ويلي نهار مشيت للكاستينغ تبانوا لي بنادم بالقيطار وما عرفتش شنو، وقلت ناري انا ما عرفتش فين غادا. وفعلا بقيت مريحه واحد شويه وما عرفت شكون قال لي غني لينا، حتى انا ملي دخلت وانا ساكته تيقول لك لي ساكت راسك على خدي. لا في الاول كنت كنسكت، ملي دخلت للحروب هادي وليت كنقول السكوت ما باينش ليا معاهم. من تما انتبهوا للصوت ديالك ملي غنيت؟ ملي انتبهوا عطاونا الاغاني باش نديرو دي جروب، كلشي دي جروب مع مخو، انا بقيت بوحدي تحت ما بغى يجي معايا. شنو وقع بالضبط؟ من بعد كلهم خافوا ملي غنيت انا، كلشي خاف ما بغاش يكون معايا في الجروب باش ما يخرجش، وبقيت بوحدي صافي. وجا المسؤول قال لهم لا ضروري انها تكون في جروب معين، ودخلت مع واحد الجروب وفعلا انا اللي بقيت ماشي بذاك. نشوفوا اراء الشارع المغربي الفنانه دنيا باطمه. دنيا باطمه هي واحد الفنانه مغربيه اللي هي كبيره وشرفات الموسيقى ديال المغرب، اللي ماشي غير في المغرب العربي وانما خارج المغرب العربي. والسؤال اللي كنوجه لدنيا باطمه هو سؤال واحد، علاش اكثريه الاغاني ديالك كتغنيهم باللهجه الخليجيه ماشي بالدارجه المغربيه؟ باطمه كتجيني من الفنانين اللي بداو من الزيرو، كان حيات تبارك الله عليها بدات من الزيرو ودابا راه وصلت تبارك الله. في الحقيقه هي صديقه مقربه ليا، ده غير كده هي بصراحه انا شايفاها فنانه جميله ومحترمه، ما فيش اي حاجه رغم ان انا كل اللي بشوف عليها في السوشيال ميديا والحاجات دي هي في الطبيعه غير خالص تماما. بصح انت كتفضلي الاغاني الخليجيه في الاول على المغربي؟ لا هادشي كان زمان صراحه، كان زمان لانه كما قلت لك انه تفرض عليا مع ديك الشركه كذا وكذا، وملي اعطيتهم فرصه قلت لهم هذه الفرصه ديالكم الاخيره، يا غديروا هذاك الشيء اللي بغيت انا، مابقاش نتسنى تساليو مع فلان وفلانه، يا غادي نمشي في حالي وبيناتنا المحاكم. وفعلا هادشي اللي وقع، مشيت في حالتي. من بعدها كان انا ماشي شغلي، درت المغرب مغربنا. قلت لهم انا ماشي شغلي، انا ماشي شغلي اسيدي خليني دغيا 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 وبغيتي تبليني. كتقول لي القاص حتى في الاغاني؟ ما ضروري ما كانش القاص، بحال المجتمع بغى الاغاني اللي فيها القاص. من وراء انا ماشي شغلي يعني خديتي الحريه ديالك من بعد؟ خديت الحريه ديالي، غنيت اغنيه وطنيه اللي ما كانت من سابع المستحيلات انني نغنيها. نسمعوها؟ اها. مغربنا ملكت الروح من ضرب بلادنا حب يبوح مغرب.
شكون هما الفنانات المغربيات لأكثر نجومية من دنيا باطمة في المغرب؟ شابات؟ نعم. ما كيناش. شكون؟ الأكثر مني في النجومية في المغرب في المغربيات الشابات ما كيناش. مولين اشترط أنه ما تكونش دنيا باطمة إلا بغي يشارك معاهم في حفل القفطان المغربي اللي تنظم مؤخرا في إحدى الفنادق المغربية. فعلا كانت الصورة ديالو معانا من ضمن الفنانين اللي كاينين وفجأة ما بقاش، ولكن ملي سولت المسؤولين قالوا لي بأنه عنده التزام فقط، هذه هي السبب أنه ما كاينش فقط. يعني قلت السيد عنده التزامات ديالو من حقه. في حالة إذا كان الأمر صحيح وفعلا اشترط هذا الأمر تقولي لي ما غاديش نستغرب، ما غاديش نستغرب، بالعكس هو إنسان صديق وعزيز وجا في الأسبوع ديالي وكبر بيا وبزاف ديال الأمور. على جا في الأسبوع؟ لا. غنيتي معاه؟ غنيت معاه. شنو أغنية اللي غنيتي؟ المعفر. سمعوها؟ وقول معايا. قول معايا. وهي المعفر تعفر بشوية. وهي المعفر تعفر بشوية. ودور ليا وتجيبك ليا وهي العشابي. أيلي أيلي أيلي. الزيلة لي ويا بو علام. دنيا. نعم. شنو رأيك في المعفر؟ تشكل الواحد هو اللي تعفر صراحة. قول لي مال الصويري كيدور وكيبارك لك المولود، واش مولود ولا مولودة؟ مولودة. ما فهمتش أنا. شوف إلا الصويري، الصويري راه عينية ومو عينية. نضادر هو. لا بغيت غير نعرف، بغيت نعرف علاش قال لك مبروك المولود. هو الأسبوع كامل هو كيقول سيدي غزال، كنقول دابا يصحح، دابا يصحح، ما بغاش يعيط، الدرية دير لاستيك، دابا يصحح، دابا يصحح، لبسها الغوز وكيقول لك مبروك سيدي غزال. سيطا هو سيدي غزال، سيدي غزال، والو تسال الأسبوع ما نغزتيه. وفي الحفل تلاقيت معاه في واحد العرس مغربي، عاد قال لي أجي واش سيدي غزال ولا غزال كليلة، لا غزال عاد استوعب. من وراء الزواج درتي مزيان واعر. من وراء الزواج درت مزيان واعر. واش على راجلك ولا على راجلي وعلى واش راجلك واعر ولا غير غنيتيها؟ واعر راجلي، ماشي واعر واعر وكيضرب وداك الشيء. حيت انا تفاجأ قالوا لي طلقتو. لا خويا، وهذا اللي وصلك في الطوموبيل راجلك ولا شنو؟ حفظني. حيت انا سمعت طلقتو وجاي موصلك في ما طلقناش، راه عداوي الناس، راه من ضمن الحوايج اللي تنبغي هذا اللي خرج الإشاعة الا شديتو نفرتو. ويلي واحد الله العظيم كيغدي بعض الاحيان تنقول هاد الناس كون شديتهم في الزنقه ما كتخرجش. ما نعاودش لك شنو غتخرج لك باطمه ديال الحي المحمدي. والله لا خرج من ديك الزنقه، دخلنا عليك بالله. واحد المشكله يكون غير هذا اللي تيهضر ما يهضرش، يجيني فار. اش تقولي لي فار؟ ها فار شكون هو اللي مدرك؟ كي دايره علاقتك مع ترك؟ شكون فيهم؟ ها شكون فيهم؟ مر بزاف ديال الاتراك. راجلك ترك؟ راجلي مزيان بخير والله، القاسم زعما الناس تيبقاو يأولوا. الله يعطينا وجههم. نشوفوا الكليب ديال مزيان واعر. نشوفوا مزيان واعر. انت فنان تحب من ترقص على الدان، ترقص تخلي الجو يولعان. ارقص يلا، ارقص يلا جننهم. قول لي كتف مصر ديتي معاك ديك الطياره الخاصه ديالك؟ هذيك الطياره الخاصه ناري مزيان ملي قلتيها ليا. ترى عندنا واحد الكنز هما ما باغينش يفهموا. مالهم؟ دابا انا نهار هضرت، كنت هضرت شحال هذا نهار، توسمت وساليت، قلت بانه كنا في مصر، كان عندي كذلك حفل في مصر، وما كانش طياره اللي غادي نقدر انني ناخذها في الوقيته اللي انا باغا باش نوصل للمغرب للرباط باش نتوسم. ما كاين حتى شي طياره اللي غتوصلني بداك الوقت. كان طياره وحده هي انت؟ هي انا وخاصني طياره اخرى اللي بحالي باش توصل. نعم. المهم نقلبوا نقلبوا، ما كاينش غير طياره خاصه. قال لك السي، قلت انا خدا لي طياره، خاصني تنقول شكرا لي طياره، شد لي طياره خاصه، بحال شد لي طاكسي وشد لي طوبيس وداك الشيء. قلتي تشد لي طياره؟ قلت انا خدا لي الطياره. بحال ملي كتسولك شي وحده شوف فين جيتي، قلت لك خدي الطاكسي. بحال بحال انت قلتي خدي الطياره. انا خدي الطياره ياك باش جيت للرباط وخديت لويسان. قال لك خداتها شراتها، شرا لي فينا هي ما فينا هي. واش انا الا بغيت نشري طياره غنخاف منكم؟ راه نشريها.
جيتي بوحدك راكبة في الطيارة؟ جيت أنا وراجلي اللي خدا لي الطيارة. كنت تجي معاك شي بلايصة دبري الحركة. جاية والله لا مفكرتش. ماشي بتحية محمد معاك انت مرفوعة، خاصني نوصل في الوقت المناسب في الطريق. انتوما نزلوا في الطرق نزلوا معاكم عباد الله. مفكرتش فيها. شتي انت دماغك وانا كنت كنعرفك شحال هذا. جاية في الطريق نزلي هزي كليان وطلعي. مرة أخرى مالكي مع عزاف؟ سمعت بأنه سلم عليك وما عطاكش اعتبار. ماشي هكاك، في الوقيته اللي كان عندنا ما يعطيني ولا ما يعطينيش، ما يزيدني ما ينقصني. اللي جابو خاصو العصا بعدا. كاع هذوك المنظمين اللي ما كيهزوش بولاد بلادهم، تيجيبوا البراني اللي في بلادهم ما معترفينش به وما تيعرفوش فين نابت، تيجيبوه ويكبروا به والمبلغ اللي كيعطيوه وهو ما كيسوى حتى شي حاجه. تيسلم علينا وتيشوف التليفون تيقول لنا ما عرفتش علاه ما كيسلم. هذا من قله الادب. نعم. رفضتي هذا الاسلوب؟ انا ما عجبنيش الاسلوب، لهذا هذا هو الموقف من اول المواقف اللي انا خديت نظره وكلاسيتو مع خوته. لا يحسوا لا كاين شي وحدين اخرين؟ كاين بزاف. شحال من بعد الموقع كاين شلو بلا والي. نشوفوا اسئله الشارع المغربي الموجهه الى دنيا فاطمه. العلاقه ديالها مع بنت راجلها علاش داك العمليه جميل بزاف بالنسبه لعلاقتك مع بنت راجلها؟ علاقتي مع بنت راجلي علاقه عاديه جدا، ما كنشوفهاش ما بيني ما بينها. كما سبق وقلت انه درت بالاصل ديالي واحد الفتره انا وكانوا معايا في الدار هذا، صافي ملي مشاو على الام ديالهم ولاو في واحد الطريقه واحده اخرى اللي ما يمكنش لي انا نتقبلها. لكن الدنيا ما كنتيش كتفرقي معها؟ بيان سيغ، راه هذه هي المصيبه الكحله. انستغرام تصاور تصاور اللي بغاتها كتشرى، كتمشي كتقداي كتشري بحالها، اللي بغاتها كتحضر. التليفونات اللي يلاه كينزلوا باقي ما قالوش حتى اي في السوق كتشرى ليها. يمكن هذا هو الغلط ديال دنيا باطمه، انها ديما الطيبوبه ديالها وديما تتكبر بالناس وهذا وتيطعنوها في ظهرها. مشات البنت يمكن غسيل دماغ، كتعرف دراري صغار دغيا تعمرهم غتشري لهم لعبه يقلبوا على اللي كانوا كيعرفوا من سن. بزاف الناس كيقولوا غزل بنت دنيا باطمه محظوظه. يلا عندها تبارك الله دابا عام وثلاث شهور، عندها كونت في فيسبوك، عندها في الانستغرام، عندها كونت في بونكار، شويه بقى والو تزوجها. لا خويا الله يحفظها بقى صغيره كتزوجها مالنا. عندها في الانستغرام فقط، ما عندهاش فيسبوك ولا هذا ولا غيره، عندها الانستغرام ديالها. ومن حقها كبنيه صغيره بدا كل شهر كيتحط لها مبلغ معين في الكونت باش ملي تكبر. عندك خسرهم هي فرنسا؟ اه فرنسا هي مخبارات، هي بقى صغيره. ناويه تزيدي شي بنيه اخرى؟ هاد الساعه باقي تتكبر هي الدرع قيله وداك الشيء. ولكن عندك فكره انك تديري ولاد كثار؟ حيت بزاف بنات الحي المحمدي خصهم يولدوا 6 7. ما فرقتيش شحال كره بنات الحي المحمدي. معلوم على انت عندك خواتات راه غادي نوض هذيك ديال بنت الحي المحمدي. ما نوضاش باقا لعبه معاك لاكلا. نوض نقشبو معاها شويه. يلا يا نوض خلينا عليك بالله. اش بغيتي قولي لي؟ بنات الحي المحمدي ديما كيولدوا 6 7. بنت الحي المحمدي راه عيالات وقادات فران وقاد بحومه. ماماك بنت الحي المحمد؟ ماما بنت الحي المحمد. والدة شحال ولدت؟ تبارك الله. شحال ولدت تبارك الله؟ ولدت 3. إوا أنت أش كتسناي؟ راه غنزيد، ولكن قلت لك تدير عقلها. شكون هي ماماك؟ الدرية الصغيرة، ماما راه عندها واحد العقل بإمكانها تسير 5 ديال البلدان. علاش ماماك ديما كتكون معاك ماشي باباك؟ حيت بابا حشومي وما كيبغيش يطلع للاعلام، ما كيبغيش يتصور معانا، ما كيبغيش. وفي اسبوع راه تابعينو المواقع وهربان. مالو كيتسالو شي حاجه؟ لا ما كيبغيش، ما كيبغيش يتصور وما كيبغيش يهضر. كيعرف غير الغنى. كيعرف يغني المواوي الغوانيه وهذا صافي. الا قلت لك العربي باطمه اش تقولي لي؟ وا 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 في اللي جمعني هلني يا صينية. عرفتي هاد الأغنية علاش قلتها؟ حيت فيها الصينية، وعمي العربية كنت كنمشي عنده كانت عنده واحد الصينية ديما تحط فيها الدراهم والربعة دريالات والشقوفة ديما محطوطين. انت كان عينك فيهم من صغرك؟ الشقوفة ديال الفلوس دوك الريالات ديما محطوطين. ها انت كان الريالات عينك فيهم من صغرك؟ كان عزيز عليا انا. كان عزيز عليا الريالات، كان عزيز عليا واخا 5 دراهم شقفه كنبقى محافظه عليها تنوصل لشي حاجه باغا نشريها. المهم كان عزيز عليا الفلوس وسيرتو دوك الدراهم وداك الشيء. وكانت عنده واحد الصينيه حاط فيها الدراهم وداك الشيء، ما عرفتش علاش حاطهم لانه
كنت صغيره ما سولتوش، ولكن عجبتني ديك الصينيه وبقيت خديت الدراهم وداك الشيء و 4 دريالات درت عمارات. ناوية تبني شي عمارات؟ علاش لا؟ دخلتي مؤخرا الاستثمار. عزيز عليا الاستثمار والعقارات وداك. درتي بعدا محلات ديال الجميل. المحل يلا غادي نبدا فيه ان شاء الله، ولكن الديور وداك الشيء انا بالنسبه لي اكبر مشاريع. نعم. هي الديور. ويلك فين فلوس؟ بيان سور. السي محمد باطمه اش تقولي لي؟ يوم نلقاك يوم فرحي وهنا يا يوم شملي ولي ملموم يوم نور السلام يلوح في سمايا واه يا وين واه يا وين واه يا وين واه يا وين. ما كرهتش انني نتلقى هو وعمي العربي لانه كنت صغيره، وما كرهتش انه انا في هذا العاج اللي بنيت واحد الشخصيه وبنيت واحد كملت او حملت المشعل ديال حملت راجت معايا. يلا قلتي لي راه ما ناويش دابا. ولا كنهضر لك على انني هزيت بالمشعل ديال البطمه، وقبل عمي العربي موت او عمي سي محمد كان من ضمن الوصيه ديالهم انه اسم باطمه بغينا ولادكم انه يزيدوا به القدام، وكنتمنى انه درت شويه لو شويه من الوصيه ديالهم وهزيت المشعل ديال باطمه. الا قلت لك تقاده يعني نقول لك يو هادوك العطارات ضربوا في باب الرحبه هرسوا العماره صاروا ملاويين باب القاضي واقفين صوت عليه يطير واش حريق القبي وزيديه طويبه. نشوفوا البوم صور دنيا باطمه. هنايا هادي التصويرة اللي كنحمق عليها فاش يلاه رجعت من عرب ايدل، كنت انا والوالد. هادي ملي كنت صغيره. احنا عرفنا ملي كنت صغيره. ما عقلتيش؟ ما عقلتني في العيد اكيد، انا كنت كنتصور في العيد ويتك عليا. كتبكي على العود هنا؟ انا يا عزيز عليا ولا كتغني؟ واش درتي عمليه ديال التجميل ولا لا؟ نجي كامل الاخر، واش اللي داير عمليه التجميل؟ غيخرج لهم بلا ماكياج بلا ما دايره والو. يمكن كندير البوتوكس والفيلر اللي كيديروه بزاف ديال الفنانات، وكيقول لك انا ما درت والو. كندير البوتوكس والفيلر وحاجه عاديه اللي كيديروها جميع الفنانات، ولكن نتوما شادين في دنيا باطمه حيت شكون حنا؟ انت وغيرك. انا سولت كون ما كنتي شاد فيك ما تسولني. اللي كيقولوا دنيا باطمه دايره ودايره، اسيدنا راه ما دايرهاش، راه كبرنا راه تبدلنا. واش انت مراد ملي كنتي صغير هو دابا؟ كنت بوغوس. واش باقي هو دابا؟ ما بقيتيش بوغوس. كنت بوغوس. لا ما بقيتيش. غير انت زيانيتي وانا خيابيت. المهم كاين لي كل الحاجه الوحيده اللي درت سناني حجباني ما بقاو درت لهم الطاطو، ما بقاوش هما دوك اللي كانوا درت لهم الطاطواج. درتي عمليه تجميل الفك السفلي ديالي. لا ماشي عمليه هذيك. ماشي على كاين اللي كيهرس الفك ديالو على فكره. هذه اللي كنسميها انا عمليه التجميل. كيبرت ديال فاطمه انا ما دكدكت ما والو، برا ودرنا الفيلر وراه صافي وعراض هنايا وسالينا. الا كيعتبروها تجميل راه ماشي غير دنيا باطمه، يديرها ملايين. قناه نفع على كترضى شلاقم على قولتك على كترضى، وكيقول لك لا انا ما دايره والو، هي راه هكاك قنوفته خارجه. هو هضر معاه اكثر وحده يمكن تطلع لك كل وحده اش ما داير في وجهو هي انا. تخنعك بالله الا ما طلع. قسما بالله كلهم دايرين التجميل من اتل زيد اللي تقولها في بالك اللي تطيح لك على بالك. نقول لك سميات وانت تجاوبي لي. قول لي سميات. سلمى رشيد. دايره قنوفته تحداها ما دايرهاش قنوفته. الفوقانيه دايرها. تيسان تيسكت. دايره قنوفته وحنا هكا. جميله البداوي. دايره البوتوكس والفيلر في جبهتها في سميره سعيد. بوتوكس فيلر كاينين. وعندي اسماء الدكاتره للامانه. شكون هما الدكاتره؟ الدكاتره اللي كيديروا عندهم فنانين. يعني بالاسماء بكل شيء. بالاسماء وبكل شيء. ندوزو لفقره عندي ما يفيد. دنيا باطمه. عندي ما يفيد بانك مرارا سكتي الطوموبيل ديال الوالده وبلا اوراق وشدوك البوليس. اللي كنت كنسوق معاه بالبيرمي صاحبتي توريا، عشت معاها واحد اللحظات اللي ما نعاودش ليك. يعني كنت الا ديما انا سايقه بلا بيرمي، وكنعتذر لانه هادشي يعني مخالف للقوانين. ولكن هذا واقع. ولكن واقع. شدوك البوليس. شدوني شدوني اش غندير؟ شنو كان رد الفعل ديالك؟ تخلعت
طبعا ما تخلعش تخلعت و تيسول على البيرمي وهذا الله يسمح لي كنبقى يا ربي تسمح لي نكتب نكتب ها اللي كدير حدايا راسها مريضه ها اللي فاش كتكوني في الغربه اول وحده كتفكريها وانت في دارك انك تموت وما يشوفكش والديك واش هذا خوف من فقدان الوالدين او خوف من الموت ما كنخافش من الموت وانما غادي يوصل لوالديك ما شايفينكش وما غيبقاوش يشوفوك او انه يوصلني اخبار الموت وانا بعيده ما نقدرش نوصل ونشوف هذاك الشخص اللي كيعني ليا كل شيء عائلتي كامله ما نقدرش نشوف اش كتعني لك ماماك واش كيعني لك بابا هما دنيا باطمه هما اللي خلاوني نكون دنيا باطمه هو الوالد ديالي والوالده ديالي وعائلتي عامه كلهم كيعنيوا لي واحد الحاجه الزوج ديالي حتى هو كل واحد عنده دور في حياه دنيا باطمه كلمه اخيره كنشكر كاع العائله ديالي والزوج ديالي اللي دائما مسنديني وفي ظهري وكاع لي فان ديالي اللي كيحاربوا بشراسه على دنيا باطمه والبرنامج هذا انا متاكده انه كل الفنانين كيتمنوا انه يكونوا في بلاصتي هنايا لانه في برنامج رائع وكنهنيك عليه مراد وصل لكل البيوت المغربيه وصل لجميع مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الشيء اللي خلاني مصره انني نكون معك في هذا البرنامج وشكرا لكم على الاستضافه شكرا دنيا الله يبارك فيك كانت معكم باطمان الاغنيه المغربيه السلام عليكم